عشان يكون هناك بنية تحتية داخل العقل البشري عندنا في السعودية في موضوع الذكاء الاصطناعي، الموضوع ما يرتبط فقط في المناهج والتعليم والدورات التدريبية، بل أصبحت هناك أشياء أخرى تعزز من التعليم في الذكاء الاصطناعي. أطلقت مبادرة رائعة جداً وهي أذكى. أذكى هو الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي بشراكة بين وزارة التعليم وموهبة وسدايا، مخصص لطلاب الثانوي والمرحلة المتوسطة. يشاركون فيه، يتعلمون أكثر، يتنافسون بحيث أنهم يقدرون يتطورون داخل هذا المجال. أذكى حقق نتائج جداً رائعة في الذكاء الاصطناعي. لا يخفى على الجميع أهمية الذكاء الصناعي للمملكة العربية السعودية، اللي مرتبط أساساً برؤية المملكة 2030، حيث تم تخصيص أكثر من 500 مليار دولار لدعم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في الذكاء الصناعي، واللي متخصص أساساً في موضوع الأبحاث، أنه يسهم الذكاء الصناعي في الناتج في الاقتصاد السعودي إن شاء الله في عام 2030 بما يعادل 12 تريليون دولار، اللي يمثل 20% من الناتج الاقتصادي للمملكة العربية السعودية إن شاء الله في 2030. فهذا دعم كبير، وهذا جزء جدا كبير لدعم الرؤية. هذا الشيء طلع لنا بنتائج جدا رائعة فادت هذول الطلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية، كان من أهمها هو تطوير مهارات استخدام الحاسب الآلي عند هذول الطلاب. ما في شك إذا تعلموا أكثر اليوم في مهارات الحاسب الآلي، بعدين هذا الشيء راح يخدمهم حتى في مجالات أخرى لو ما تخصصوا في الذكاء الاصطناعي أو حتى في البرمجة.